الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا نويت أن أتصدق عن والدي أو عن والدي وذكرت معه أشخاص آخرين وأموات المسلمين، هل ينقص من أجر والدي شيء؟ الحمد لله رب العالمين، لا ينقص لا من أجرك ولا من أجر والديك ولا من أجر المسلمين شيئا أبدا، فأنت رب هذه الصدقة، أقصد المتصرف وسيد هذه الصدقة، فإذا شئت أن تختص بثوابها فلك ذلك، وإن شئت أن تشارك في ثوابها من شاء من المسلمين فاعلم أن ثوابك لا ينقص بمشاركة لا والديك معك ولا المسلمين، فلك الأجر كاملا ولوالديك الأجر كاملا وللمسلمين بإذن الله ممن نويتهم الأجر كاملا، زادك الله توفيقا ورفعة، والله أعلم.